موقع العراق الاستراتيجي والمهم في طريق الحريرة مكن العديد من سكانه للاستفادة من فرص التجارة مع الصين منذ عقود، وفتح آفاق التطور للكثير من الشباب. حسين الجبوري واحد من الوكلاء التسويقيين الذين أسسوا لشراكة اقتصادية طويلة الأمد مع أبرز الماركات الصينية الرائجة في بغداد والمحافظات. من 2010 بدينا بالتجارة مع الصين. الصين دولة تختصر للتجار خصوصا وللجانب التجاري، تختصر للعمل عدة أشياء. خلال سنة ممكن أنه أنت تعرف انه انت عملك بدا يتطور. الصين ما تقدر يعني شلون ممكن تلبي فوق طموحك، ممكن انه وين ما تفكر انه تصعد بطموحك ممكن تلقاه انه بالصين يتحقق. ويعتمد حسين والكثير من الوكلاء على المعارض التجارية الصينية للاطلاع على احدث المنتجات المعروضة فيها من مختلف انحاء العالم. وعلى الرغم من غياب العراق عن المشاركة في الدورة الثانية من معرض الصين الدولي للاستيراد لأسباب فنية، غير أن اتحاد الغرف التجارية العراقية أكد أهمية استثمار هذه المناسبات مستقبلا لتعزيز التعاون الدولي ودعم حركة إعادة الإعمار في البلاد. مع كل الأسف اتحاد الغرف التجارية ما قدر يروح، صار عندنا هنا في موضوع ارباك حول موضوع الوقت والتوقيتات، فما قدرنا كاتحاد الغرف التجارية نشارك بالمؤتمر، لكنه احنا واعدين انه نرسم علاقاتنا مع الصين كما هي الدولة رسمت علاقتها مع الصين بصورة افضل من هذا الوضع، وان شاء الله نتقدم بهذا الاتجاه. ويعزو خبراء الشأن الاقتصادي غياب العراق عن المشاركات في المعارض التجارية الخارجية إلى اعتماد البلد على الاستيراد فقط، وغياب الصناعة المحلية وتوقف أغلب معامله عن الإنتاج حتى للمعارض الداخلية، كما هو الحال في معرض بغداد الدولي الذي أعلنت السلطات العراقية تأجيل موعد انعقاده من منتصف الشهر الجاري إلى إشعار آخر نتيجة الاحتجاجات الشعبية. وتأمل الأوساط الصناعية في البلاد باستثمار الحكومة العراقية لتعاقداتها الأخيرة مع الصين من أجل إعادة إحياء الصناعة المحلية وحركة الإنتاج الوطني لمختلف القطاعات بعد سنوات من الانقطاع والغياب. من بغداد، تحسين طه، قناة CGTN العربية.